مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم وجبة فطور او عشاء كتير رائعة وسهلة. اول شي عنا مرتديلا، ملح، ملعتين طعام زيت زيتون، 3 بيضات، جبنة مازوريلا او اي جبنة قابلة للذوبان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الزيت بالمقلاي، زيت زيتون او زيت نباتي، اي زيت متوفر عنا نستعمل. بحط الملح فوق البيض، حركن منيح. كمان بحط البيضات، بسم الله. من هلا بحط المرتديلا، بحط الجبنة، وشكلها عن جد كتير روعة. هلأ بتركها لتذوب الجبنة. بس دابت الجبنة بهيدا الشكل، هلأ انتهينا من التحضير. حطها بالصحن. كتير عن جد روعة. كمان حط عليها جرجير، روكيت، مايونيز، المايونيز حسب الرغبة. كاتشب، كمان الكاتشب انتو اذا بتحبوا بتحطوا كاتشب، اوكي. ورح احط عليها رشة فلفل اسود بتعطيها كتير نكهة رائعة. هيدي وجبة الفطور او العشاء اللي عملتها انا وياكم، كتير روعة. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.